بنت بنت يا باشا. وعرفت ازاي؟ مشيت وراها. بنتي. انا متاكد انها بنتي. طيب ناوي تعمل ايه دلوقتي يا مصطفى؟ انا كنت ناوي ان انا اقرب منها صاحبها. ممكن اقرب منها ده يديني فرصه ان انا امارس على الابوه من غير شكل رسمي. الاب مش لازم الاسم يبقى مكتوب في شهاده الميلاد. الاب هو اللي بيوجه وبيعلم وبيربي. وانا كنت ناوي اقوم بالدور ده. ده حل كويس قوي. اتفضل. انا حاسس اني متلخبط. حاسس ان شايل حمل تقيل على قلبي. انا بفكر اقول لهنا. ايه؟ انت كلمت يا مصطفى؟ في حد في الدنيا يقول لمراته حاجه زي كده؟ يعني في ست في الدنيا ممكن تقبل ان جوزها يقول لها انه عنده بنت من واحده تانيه وكمان جايبها في الحرام؟ لا، وخصوصا يعني المدام بتاعتك تحديدا الاستاذه هناء. انا فاهم. اسمع بقى يا هلال، انا شايف انك تعالج الموضوع ده بهدوء. طب البنت ذنبها ايه؟ البنت محتاجه لي فعلا يا هشام. ومين قال انك هتتخلى عنها؟ مش يمكن ربنا بعتك ليها في الوقت المناسب؟ رفض البيت وامها خسروا قضيه انكار النسب. انا ازاي هقدر اعيش على وش الدنيا وانا حاسس ان البنت عايشه مجهوله النسب؟ اسمع بقى يا هلال، انا شايف ان مفيش اي مخلوق في الدنيا لازم يعرف بالحكايه. وانت تعتبر البنت انك واقف جنبها وبتساعدها زي ما بتقف وتساعد شباب كتير. وانا رايي كمان ان عمرو وفاروق لازم يعرفوا ان المنطوق ده كان هزار كده وخلص، والحكايه اتقفلت على كده. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ممكن اخد صوره مع حضرتك؟ اتفضل. ممكن حضرتك تديني الصوره بعد اذنك؟ حاضر. اتفضل. وقفوا كده جنب الدكتور وابتسم. ميرسي جدا يا دكتور. ميرسي جدا. الموضوع ده حساس جدا يا هلال، وخصوصا معاك انت. انت مصر كلها بتحبك وبتصدقك وليك مصداقيه في قلوب الناس. طب انا كده ابقى كذاب؟ هقدر ازاي اكلم الناس بصدق وانا حاسس من جوايا ان انا انسان كذاب؟ انت تقدر يا هشام تصلي وانت مش طاهر؟ انا مش بس خايف من الناس، انا خايف من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ممكن يغفر لك يا هلال، لكن الناس عمرهم ما يغفروا لك. زينب يلا يا زينب، يلا نحضر الغدا بسرعه قبل ما باباك يجي. جاي منين؟ بابا هنا من بدري. هو ما نزلش؟ ما اعرفش، انا جيت لقيته. هو تعبان ولا ايه؟ مش عارفه والله يا ماما، انا دخلت بوسط لقيت مزاجه مش حلو، كنت جايز عايز يقعد مع نفسه شويه. هقول له، هقول له انا هصالحها بكل حاجه. زينب لو عرفت حاجة زي كده ايه اللي ممكن يحصل لها؟ وانا شايفها قدامها هيبقى ايه؟ عبد الحميد ما بصفتوش ازاي؟ رئيس حزب الفضيلة مخلف بنت في الحرام. هي مصيبة. ده الأعضاء الحزب اللي عارفه هيكسروا الحزب فوق دماغي. والانتخابات، عندي في الانتخابات مصر كلها هتبقى ضدي، كله هيحتقرني. طب والبنت؟ بنتك هتسيبها منحنة كده طالحة في الدنيا محدش قادر عليها؟ مين يربيها؟